في إطار الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار رمضان مبارك سوقه بأمان الممتدة من 13 إلى غاية 27 أفريل 2021، قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بتصدير برنامجا خاصا لإنجاح هذه الحملة التحسيسية بتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية الضرورية لذلك من أجل تحسيس وتوعية سواق مختلف أصناف المركبات طيلة الشهر الفضيل. اليوم الأول خلال هذه السهرة الرمضانية الأولى من شهر رمضان الكريم، هذه الحملة التحسيسية مع مصالح الدرك الوطني، مصالحنا لأمن ولاية بومرداس، سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تأمين المواطنين ومستعملي الطرقات على وجه الخصوص خلال هذا الشهر الفضيل، من أجل حمايتهم من أخطار الحوادث المرورية